السلطة الامتياز للمستغل بالاستغلال المعقد لعقار تابع للأملاك الوطنية بشكل استثنائي وبهدف محدد ومتواصل مقابل دفع أتاوى ولكن مؤقت وقابل للرجوع فيه. هذه بعض التعريفات بالنسبة لعقار الامتياز. نروح مباشرة إلى خصائص عقد الامتياز. هو أولا عقد إداري ينتج عقد امتياز عن الالتزامات المتبادلة بين الشخص العام والمستفيد من نفع الامتياز. تتمتع السلطة المانحة لحق الامتياز بحق تعديل البنود التنظيمية له، كون هذه السلطة إحدى أهم الامتيازات التي تملكها الهيئة العمومية بصفتها صاحبة السلطة كطرف متعاقد، والتي تهدف إلى ضمان استقرار الصالح العام. ثانيا، خصائص دائما عقد الامتياز في الموضوع، يهدف منح الامتياز إلى تسيير المرفق العام واستغلال وبناء المنشآت الضرورية لتسييره، كما يهدف الامتياز إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي عن طريق إنشاء مشاريع ذات طابع إنتاجي وخدماتي يهدف إلى خلق قيمة مضافة وتوفير مناصب الشغل. الخاصية الثالثة لعقد الامتياز هو عقد طويل المدة. العقد طويل المدة الذي يكون فيه عنصر الزمن جوهريا، حيث تقاس التزامات المتعاقدين بهذه المدة. تختلف هذه المدة من عقد لآخر، حيث حددت بمدة أدناها 33 سنة وأقصاها 99 سنة بالنسبة لعقود الامتياز الخاصة بإنجاز المشاريع الاستثمارية على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بينما حددت بمدة 40 سنة فيما يخص حق الاستغلال أراضي فلاحية.